المطالب، الكل عم بيحكي بالأحجام والكل شهيته مفتوحة على التوزير، تقريبا الحكومة كلها بدها حصص، وهذا شيء مش طبيعي أبدا. اليوم البلد أمام أزمة اقتصادية كتير كبيرة، بعتقد حكومة صغيرة منمنمة بزيادة تقدر تشتغل وتكون عندها فعالية ومصروف أكيد أقل على اللبنانيين. عم نسمع ب 30 و 32 وزير، شفنا قبل حكومة ب 30 وزير، يعني ما شفنا هالإنجازات اللي بتفرق. بالعكس بعتقد الإصلاح والتغيير وترشيد الإنفاق ببلش من حكومة صغيرة، ببلش من رواتب الوزراء ومخصصاتهم والنواب وغيرها، اللي هيدا على كل حال حديث طويل. طلبت منه هالحكومة كمان المنمنمة تكون فيها على القليلة ربع سيدات. ذكرته أنه لبنان ماضي على مؤتمر بكين من سنة 96، مضي على 30% كوتا نسائية، لحد هلأ تمثيل النساء خاضع لمزاج الزعيم أو رئيس الكتلة. إذا قرر يحط نساء بيكون في نساء، إذا قرر أنه هالفترة بلاها ما بيكون في. فبعتقد أكثر شيء سوي وجيد بحق السيدات يكون في كوتا نسائية على القليلة لمرحلة انتخابية أو مرحلتين. كمان حكيته على أزمة النفايات، لأنه هيدي أزمة ما بتنطر أبداً، خاصة إذا كان في تشكيل طويل للحكومة. أزمة النفايات في نكبة بيئية مفتوحة، وقلت له إنه اليوم لاحظت فيديو لنفايات عم تنكب بالبحر، مباشرة عم تنكب بالبحر أو إلى جانب البحر جدا. فكمان تمنيت إنه يكون في معالجة لهذه المسألة. شكرا.